أسعد الله بالخير مساءكم مشاهدي قناة سامراء، نشرة الأخبار الرئيسية المفصلة والبداية مع أهم العناوين. الإدارة المحلية في سامراء تشكل خلية للأزمة وتقوم بسحب المياه من شوارع المدينة. قائد عمليات الأنبار يعلن توقف العمليات العسكرية بسبب الظروف الجوية. والمنكوبون في مخيمات الحبانية يطلقون نداءات استغاثة بعد أن جرفت مياه الأمطار مخيماتهم. وزارة التربية تقرر تأجيل امتحان الغد إلى الاثنين المقبل بسبب غرق المدارس. إلى تفاصيلها، السلام عليكم. غرقت بعض الأحياء السكنية وامتلأت الشوارع بالمياه في مدينة سامراء بعد يومين ممطرين بغزارة، وطالب المواطنون في أحياء الإجبارية والشرطة والعرموشية ومنطقة الفاطمي السلطات المحلية بالعمل على سحب المياه من الشوارع بعد أن رصدت كاميرا قناة سامراء مناشدتهم أثناء اشتداد الأمطار. والله بالنسبة لمدينة سامراء بيها مياه أمطار جدا كثيرة، بس بعض المناطق قبل لا تصير المطرة الأولى هذه أكو عندنا الخط الناقل اللي يجي أساسا من المعمل على عرموشية التقاء بحي المعلمين مقابل حي الضباط الأولى قدام عيني، شفتهم يشتغلون بيه، حفروا البايب ماله بدلوه، كان رفيع حطوا أنتن منه صلحوه، بس أني كمصلح بماطورات مقابل الموقع اللي صار وحتى القيم مقام المسؤول شفته جزارهم بنفسه واشتغلوا بصورة صحيحة وإن شاء الله شغلهم صحيح، بينما أكو بعض المناطق الأخرى لا والله فيضانات تصير بيها. اليوم احنا ثاني يوم تساقط الأمطار، كيف ترى اليوم مدينة سامراء؟ والله شبه غرقانة، شبه غرقانة. أنا أناشد السادة المسؤولين يحفزون وين ينطون فد نقطة ثانية دائرة ماء ومجاري سامراء، والأساس منها اللي هو سيولة ماكو، أساسا هو سيولة ماكو، لوك سيولة أنا أتوقعهم يشتغلون، ما أتوقعهم إنه بس يظلون قاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأمطار اللي تشوفوها الأمطار خير إن شاء الله على البلد، وإن شاء الله نتمنى أن تكون فعل حسن للبلد وأهل البلد في خضم هاي المعاناة اللي دار عليها الناس والمواطنين. ولكن الحقيقة المطر اللي دا يصير عندنا دا يسبب لنا يعني كثير من المشاكل اللي المفروض هي تكون ما موجودة، بسبب سوء الخدمات البلدية، بسبب عدم تصريف المياه بالشكل الصحيح، فراح تظهر يعني أمور غير حضارية بالمكان وبالمدينة اللي تشوفوها قدامكم. حقيقة المدينة تحمل وزر كبير من المعاناة اللي تخص النازحين والناس اللي ساكنة في يعني منازل غير مؤهلة للسكن في هشي أجواء. حقيقة هذا راح يسبب لنا إحراجات ومعاناة شديدة بهاي الظروف القاسية اللي نعتبرها. فنأمل من المسؤولين في المدينة الاهتمام بالخدمات البلدية خدمة للصالح العام، وأن يتجاوزون هاي الأمور اللي تشوفوها قدامكم والمياه اللي تظل يعني موجودة في الشوارع لعدة أيام بعد الأمطار. أراد هذا. وهرعت الإدارة المحلية في قضاء سامراء بتشكيل خلية للأزمة واستنفرت الجهد الخدمي المتمثل بالجهود البلدية وتجهيز الطاقة الكهربائية وسحب المياه من الشوارع. قائم مقام سامراء محمود خلف عزى غرق بعض الأحياء إلى شبكة المجاري غير المتكاملة في المدينة، داعيا الحكومة الاتحادية إلى الإسراع بإحالة مشروع المجاري الذي يخدم المدينة لعقدين مقبلين. على مدينة سامراء وعموم العراق، بالتأكيد مدينة سامراء مدينة لا تحتوي على شبكة مجاري متكاملة سوى ثلث يخدم هذه المدينة، وهطول الأمطار بهذا الشكل وبالكمية غير المتوقعة، وإن كانت هي أمطار خير لكن
بالنتيجة أثرت على الكثير من المناطق وسببت اختناقات وغلق لقسم من الشوارع. شكلنا خلية أزمة لإدارة عملية إخلاء قسم من المنازل التي تضررت واضطررنا لإجلاء أصحابها، والبقية تمثلت باستنفار الجهد الخدمي لمركز مجاري سامراء وبلدية سامراء، بالإضافة إلى دائرة كهرباء أو توزيع كهرباء سامراء لإعادة التيار الكهرباء إلى المناطق التي انقطعت عنها بسبب الأمطار والرياح العالية التي وصلت إلى مدينة سامراء. بالتأكيد عملنا يتواصل حتى الصباح في سبيل فك الاختناقات التي تولدت بسبب كميات الأمطار الكبيرة، لكن يبقى أملنا أن تكون الحكومة الاتحادية بتوجه كبير لمدينة سامراء لإعلان وإحالة مشروع المجاري الذي يخدم هذه المدينة لعشرين سنة قادمة، لأن هذا الحل هو الحل الأمثل. إن مهما نعمل وما نقدم من جهد من خلال مركز المجاري لا يفي بالغرض، سواء هذا اليوم إن كانت كمية الأمطار التي هطلت أو على المستقبل في حال أن تكون أحوال جوية أسوأ من ما مر هذا اليوم. بتوجيه من السيد قائم مقام قضاء سامراء السيد محمود خلاف، تم استنفار الجهد الخدمي الخاص بمركز مجاري سامراء أثناء هطول الأمطار ولمدة يومين متتاليتين، حيث استنفرت جميع الآليات الخاصة بمركزنا وهي أربعة تناكب سحب وصاروخيات عدد 2، وتم العمل ليلا ونهارا بمتابعة من السيد قائم مقام قضاء سامراء، إضافة أن كمية الأمطار التي هطلت على القضاء كمية كبيرة لا تستوعبها الشبكة حاليا، لأن الشبكة تخدم نسبة 28% من شبكة الأمطار تخدم نسبة 28% من نسبة القضاء، فسببت بعض الاختناقات للشوارع الغير مخدومة وبعض المخدومة تم معالجتها والسيطرة عليها حاليا، والعمل مستمر حاليا. مشاهدينا الكرام، ولتسليط الضوء اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف قائم مقام قضاء سامراء سيد محمود خلف. استاذ محمود، بدايه مساء الخير، هل تم سحب المياه بشكل كامل عن مناطق المدينه التي غرقت بالبحيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه احيي قناه سامراء الفضائيه وكل مشاهدينا الاعزاء وغنى في هذه المدينه العزيزه. حياك الله. حقيقة ما مر على المدينة خلال اليوم الماضي هو كان من تحدي كبير للجانب التنفيذي في القضاء، لكن الحمد لله تمت السيطرة على هذه الأمور بتنسيق متكامل سواء مع الجانب التنفيذي أو مع الجانب الأمني في تأمين عملية إخلاء قسم من الأماكن وتأمين عمل الجانب التنفيذي حتى من الصباح الباكر في سبيل تصريف المياه، علما ان الشبكه المتوفره في مدينه سامراء لا تكفي سوى 28% كمناطق مخدومه بشبكات مياه الامطار او المجاري. في الوقت الحاضر استكملنا ما يقارب 75% من تصريف المياه، بقيت اماكن هي بالاساس اماكن مخففه ضمن حدود القضاء، قسم منها داخل ضمن الاحياء الداخليه، والقسم الاخر هو ضمن حي القلعه غرب المدينه. الى حد الساعه العمل متواصل في سبيل تصريف هذه المياه، ويستمر الجهد لحين تصريف المتبقي او 25% المتبقي، وان شاء الله صباحا ستكون المدينه بشوارعها جميعا تكون سالكه ومؤمنه الخدمه لكافه مواطنيها العزيزه. طيب استاذ محمود، يعني سامراء وبغداد وبابل وباقي المناطق تعاني من ذات المشكله، يعني هل يعقل ان التخطيط وحفر المجاري خاطئ في عموم محافظات البلاد؟ فيما يخص مدينه سامراء، انا بشكل شخصي طلبت من السيد وزير البلديات منذ سنه 2010 ما يخص مشروعي الماء والمجاري المركزيات، تصورنا والتخطيط بما يتلائم مع التصميم الاساسي المعد ل 20 سنه قادمه، تم الاتفاق مع هذه الوزاره وعده التصاميم وكذلك الدراسات، واصبحت جاهزه في وزاره البلديات. كان من المؤمن ان تحال السنه الماضيه، لكن بسبب الظروف الامنيه اللي مرت على البلد في الشهر السادس اجلت احاله هذه المشاريع، لان
من وجهه نظر الجميع ان هذه المشاريع اولا كاستراتيجيه للمدينه تؤمن ما بعد انشائها الاستثمار وتؤمن الخدمات المتكامله للمدينه، لكن ظروف البلد اثرت بشكل كبير. هذه السنه خلال الشهر الرابع الى حد قبل تقريبا اسبوع انا بتواصل مع الامان العام لمجلس الوزراء وكذلك وزاره الاعمار والاسكان والبلديات بخصوص مشروع الماء والمجاري. كان اتفاق مع السيد وزير الاعمار خلال زيارته الى سامراء الاسبوع الماضي ان تكون هناك معالجات في الوقت الحاضر، مع العلم انما اعلمت ان هذه المشاريع بالاتفاق مع البنك الدولي او القرض البريطاني ستكون هناك حصه لمدينه سامراء سواء في مشروع الماء او المجاري. امل خلال زياره السيد الوزير او زيارتنا للسيد الوزير خلال الايام القريبه القادمه نصل الى نتيجه نهائيه بما يخص مشروع مجاري سامراء، لان حقيقه هذا الامر اي شخص مخطط ويفكر في تقدم والديار اي منطقه يجب ان تكون البنى التحتيه المتمثله بتواجد محطات المياه وكذلك شبكات المجاري سواء للامطار او الثقيله متوفره، لان هي الضمان الوحيد للتقدم والرقي وظهور الخدمات بشكل صحيح. طيب. قائم مقام قضاء سامراء محمود خلف، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي توقف عمليات تحرير الرمادي بسبب الظروف الجوية، فيما أشار إلى وجود مظلة جوية لطيران التحالف فوق الرمادي. وقال المحلاوي أن عمليات تحرير الرمادي توقفت بسبب الظروف الجوية من العواصف الرعدية والأمطار والرطوبة، مرجحا استئناف عمليات تحرير الرمادي الأسبوع المقبل. وأضاف المحلاوي أن الطيران الحربي العراقي توقف أيضا بسبب الظروف الجوية، لافتا إلى وجود مظلة جوية لطيران التحالف الدولي فوق الرمادي لقصف أي تحركات لتنظيم داعش. تعود لتطفو ظاهرة سيطرة الميليشيات الخارجة عن القانون ولتحدث إرباكا أمنيا وسط مخاوف من سيطرتها على المشهد السياسي والأمني في العراق. إلى ذلك تبنى قائد جيش المختار واثق البطاط عملية مهاجمة معسكري ليبرتي في بغداد يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 20 شخصا من الجيش العراقي وعناصر منظمة خلق. وقال البطاط في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية أن جيش المختار الذي يتألف من عوائل ضحايا الانتفاضة الشعبانية بحسب زعمه قد أعلن مرارا لزعماء زمرة المنافقين بضرورة مغادرة الأراضي العراقية على وجه السرعة، إلا أنهم رغم التسهيلات المقدمة من الدول الأوروبية وأمريكا أصروا على احتلال جزء من أراضينا، وهذا الأمر أرغمنا على هذا الرد بحسب وصفه. وفي العاصمة بغداد غرقت مناطق الحرية واليرموك والمنصور ببحيرات مياه الأمطار جراء انسداد المجاري وعدم تأهيلها من قبل أمانة العاصمة والدوائر البلدية والخدمية. وأبدأ أصحاب المحال التجارية في شارع 14 رمضان امتعاضهم الشديد جراء عدم المتابعة، على الرغم من دفعهم للجبايات الخدمية لدائرة بلدية المنصور. احنا بمنطقة المنصور بشارع 14 رمضان، تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، والبلدية المنصور هي اكثر بلدية تجمع الجبايات من المحلات بصورة يعني فاحشة، بصورة فاحشة. يعني انا دافع خلال 45 يوم 15 مليون بوصولات، زين يجي المي قبال محلي وقبال مطعمي، اللي هذا المي اللي هو هسه تشوفوه من البارحه لها اليوم، زين اني من يجي ياخذ من عندي المبالغ هاي غير اكو فد شيء مقابلها استفاد، يعني دافع مليون و800 بس رفع نفايات، مليون و200 دافع والله تنظيف الشارع، وجه قبال محلي وقبال المطعم انه هذا المي يجي، فالصوره فحشه من بلديه المنصور انه تاخذ المبالغ من عندنا وما تسوي ما تقدمنا اي مجهود بسيط. من البارحة العصر ليها اليوم المجاري ما تشتغل له شيء. هسه عمي المجاري ما تشتغل، بس خلي يجيبون سيارات تسحب المي هذا الموجود مال الامطار. ماكو شوف العمال كلها واقفه برا وقاعدين لا شغل ولا عمل. هاي من ارقى المناطق ببغداد. دور امانه بغداد والله ما شفناهم من البارحه ليها اليوم، ولا شفنا احد.
بس نشوفهم بوقت اللي يجون الجبايه واللي ياخذون الغرامات ويوميا طالعين لنا سالفه مال الفلوس. يوميا يوم رفع انقاض، يوم رفع نفايات، يوم تنظيف الشارع. وين تنظيف الشارع؟ حتى ما نشوف احد ينظف الشارع. فضنا البارحه وشغل ماكو، واحنا جايين هنا نشتغل وما يصير هيك، الشارع متروس ماي. فيعني احنا جينا هنا شغل، لو جايين نقعد وننتظر البلديه تجي تسوي هذا الشيء، ما يصير هيك يعني. طبعا غير بلديه تراقب الشارع، تدور ورانا، شوف هاي الوسخ ما يصير هيك، الماي فيضانات الشارع العالم شلون تطلع؟ ما يصير هيك طبعا يعني. فنطالب احنا من البلديه تجي تسوي لنا هذا الشيء وترفع هاي المياه الزايده، وان شاء الله يعني مثل ما نقول اريد احسن واحسن، لان ما يصير يعني مثل ما نقول هاي العاصمه مالتنا، وهي هاي اللي بيها كل شيء العالم تطلع تفتار، وخصوصا المنصور يعني شارع اكثر شارع يبقى لليل، اخر شارع يعزل بالمنصور كلها، ما يصير شيء تبقى. أكدت الرئاسات الثلاث على ضرورة مواصلة السعي لتوفير أجواء ومتطلبات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، فيما شددت على أهمية اتخاذ خطوات تقشفية مدروسة لتجاوز الضائقة المالية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري اجتمعوا في قصر السلام ببغداد، موضحة أن الاجتماع بحث الوضع الأمنية والاقتصادية وملف الإصلاحات وسبل معالجة القضايا والتحديات الأساسية الراهنة. وأضافت أن الاجتماع جدد ضرورة مواصلة السعي لتوفير أجواء ومتطلبات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، ومن ضمنها المصالحة المجتمعية والوطنية، معربين عن أملهم في عودة الاستقرار إلى سوريا بعد القضاء على داعش، وأنه سيكون للعراق دور فاعل في تحقيق هذا الاستقرار ضمن الجهود الدولية. أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان يوم غد السبت إلى الاثنين المقبل ولكافة المراحل الدراسية بسبب غرق المدارس، فيما أكدت أن القرار جاء استجابة لمناشدات آلاف العوائل لمساعدة أبنائهم بكافة الطرق الممكنة. وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية محمد إقبال في بيان تلقت قناة سامراء نسخة منه أنه وجه بتحريك جدول امتحانات الدور الثالث ليوم واحد بسبب الظروف الجوية وغرق أغلب المدارس، مبينا أنه تقرر تأجيل امتحان يوم غد السبت إلى الاثنين المقبل ولكافة المراحل الدراسية. وأضاف إقبال أن قرار تأجيل الامتحان يشمل المدارس كافة داخل العراق وخارجه، مشيرا إلى أن القرار يأتي مراعاة لظروف الطلبة ولغرق المدارس وصعوبة الوصول إليها التي تسببت بقطع الكثير من الطرق، مما يجعل أداء الامتحان فيه صعوبة بالغة. مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة التربية سيدة هديل العامري. سيدة هديل، بداية مساء الخير، هل سيبقى الظرف الجوي يؤثر بصورة مباشرة على الطلبة وأبناء العراق بشكل عام؟ مساء الخير أستاذي. بالنسبة للظرف المرضي اللي احنا الآن شريحة من طلع بالمياه لا يستطيع الطلبة الوصول إلى المدارس، فأسأت وزارة التربية والتعاون على وزارة التربية أن يوقف يؤجل الامتحان يوم غد، اللي هو كان المفروض ايضا اجل من يوم الخميس الى يوم غد، يؤجل الى يوم الاثنين المقبل للبنات في حدوث اي اشكال مع طلبتين الاعزاء وتوفير فرصه لهم بان يصير الى مراكز امتحانيه بشكل يسير. ولكن هذا التاجيل مدارس المراكز الامتحانيه داخل وخارج العراق، لان الامتحان موحد بالاسماء، موحد وقت الامتحان موحد بهذه المراحل كافه. طيب، فيما لو بقيت الظروف الجوية على حالها، ما هي الخطة البديلة لوزارة التربية؟ طيب، نحن ندعو الله العزيز أن تحل هذه الأزمة وتدخل المياه، لا يوجد خطة للأبناء، المراكز الامتحانية أنت مهمة، ويكون الطلب إلى المراكز أيضا مهم، الخطة أن يكون الوضع الحالي تأمن خطة الامتحان، أما تأجيل الامتحان أو تأجيله بشكل كامل، ما أعتقد أن هذا ينفع في موضوع ثاني التفيد الثاني للطلبة المستقبل المتعلق بهذه المواد الدراسية اللي نحن نتحناها في العام المقبل. طيب. إن شاء الله خير، يأخذ الأزمة ليس كل ما فيها نظام. بعض الأواقف خير من بعض الآخر مغمورة،
سيطر على الوضع واستكمال الامتحانات بشكل كامل ان شاء الله. طيب سيدة هديل، بالنسبة للمدارس التي غرقت والتي استغلت من قبل النازحين مؤخرا بعد غرق خيامهم، هل هنالك من اجراء تجاههم؟ كان معمول العمل على انتزال الكهربائيات لوجود النازحين داخل هذه المدارس، يعني لا يؤثر على اثر عمل الكهربائيين، انما تزويد المناطق التقنيه او تزويد الحلقات واعداد كمدارس بديله للمناطق اللي فيها المناطق التي تشن عدد ساكنين في المدارس الخاصه بالاعداد التربيه. المتحدث باسم وزارة التربية العراقية هديل العامري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية أن مجلس النواب سيناقش سلم الرواتب الجديد خلال جلسته المقرر انعقادها غدا السبت، مبينة أن الملاحظات دونت وستطرح خلال الجلسة. وأقالت عضو اللجنة نجيب نجيب في تصريح صحفي أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب غدا السبت سيتضمن مناقشة سلم الرواتب الجديد ومعرفة فقرات الضعف والخلل فيه. وأضافت أن اللجنتين المالية والاقتصادية أكملتا تدوين الملاحظات حول القانون، وسيتم عرض تلك الملاحظات خلال الجلسة من أجل مناقشتها. أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لعام 2016 سيصل مبنى مجلس النواب غدا وسيتم مناقشته خلال الساعات المقبلة، مبينة أن العجز حدد ب 23 تريليون دينار. وأقال عضو اللجنة عبد القادر محمد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقع يوم أمس على مشروع موازنة 2016 وسيتم إرسالها إلى مبنى البرلمان غدا السبت. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بلغ 83 تريليون دينار، 69 تريليون دينار من الإيرادات النفطية و14 تريليون من الإيرادات غير النفطية، مبينا أن عجز الموازنة بلغ 23 تريليون دينار. وأوضح أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة الموازنة خلال الجلسات المقبلة. نظم موظفو هيئة النزاهة في محافظة بابل وقفة احتجاجية ضد مشروع سلم الرواتب الجديد بعد أن خفضت رواتبهم إلى نحو 60%، واعتبر موظفو النزاهة أن تخفيض رواتبهم يعد بمثابة مكافأة للمفسدين، فيما طالبوا رئاسة الوزراء برفع الحيف عنهم وإلغاء هذا القرار. الموظف حاليا هاي التخفيضات بالراتب، يعني موظف النزاهه راتبه نزل الى 60% انقطع من راتبه، يعني اكثر من 60% من راتب انقطع الموظف. احنا نطالب باعاده الراتب السابق، اعطاء فرصه للموظف لتحسين وضعه، راح تاثير كبير على وضع المعيشه. احنا مع الاصلاح في بدايه الامر، فوضنا سيد العبادي مع الاصلاح، واحنا مع هذا الظرف احنا ما نستثني من موقفنا وباقين على موقفنا، نحارب الفساد ونقف وقفة واحدة ضد المفسدين، ولكن نطالب دولة رئيس الوزراء بالنظر بإعادة سلم راتب موظفي النزاهة. زين، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبك؟ والله احنا موظفين هدفنا هو محاربة المفسدين. احنا باقين على هذا الرأي. احنا إذا ماكو استجابة ممكن يتحول الاحتجاج يتحول إلى اعتصام. لأنه هذا الراتب هو خبزة عيالنا، مو إن احنا ولا موظف النزاهة يحتاج دعم، يعني يحتاج دعم، يحتاج وضع فكري مستقر، وضع نفسي مستقر، وضع معاشي مختلف. شكرا. اعتقد القرار اللي سنه مجلس الوزراء بخصوص الرواتب الجديد في اجحاف لموظفي، خاصه نحن الطبقه الوسطى في المجتمع، ومساله التخفيض راح تاثر علينا مستقبلا، كون احنا كل من عنده التزامات ماليه وكل التزامات عائليه، كذلك احنا ماخذين سلفة المئة راتب وسلف المقدمين على السيارات وغيرها، فكلها تتضرر في هذا عملية تنزيل أو تخفيض الرواتب. طبعا تخفيض الرواتب هي ظلم الشريحة كبيرة بالمجتمع، وبالخصوص محققي هيئة النزاهة وموظفيها بصورة عامة، كون هذا التخفيض راح يخلينا ما نتحرك ومقيدين بقيود عديدة، وبالتالي من حقق الهدف اللي اشار الى رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي بمحاربه الفساد. كذلك العراق منضم الى اتفاقيه دوليه ضمن هذه الاتفاقيه مش حب حقنا، والاتفاقيه الدوليه تنص على توفير المستلزمات الماليه والبشريه ومكافحه
عربيا استشهد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال أن الشهيدين حاولا كل على حدى طعن جنود صهاينة. وقال في بيان له أن القوات قامت بإحباط محاولة طعن قام بها فلسطيني طعن جنديا صهيونيا في موقع أمني، مشيرا إلى أن قوات الجيش أطلقت النار عليه. ووقع الحادث بالقرب من شارع الشهداء في المدينة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء برصاص القوات الصهيونية والمستوطنين إلى 66 فلسطينيا منذ بداية شهر أكتوبر الجاري. خلال مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها 9 صهاينة.